تتبع مشاكل الكسابة، المشاكل العدة التي يتخبط فيها الكساب، وتتجلى في ارتفاع الأعلاف وعدم وجود تمن، وإغلاق الأسواق الأسبوعية، بحيث كانت هذه الأسواق هي تجمع العديد من الكسابة، والاتجاه الوحيد للكساب باش يخرج منها يبيع واحد القطعة من الأغنام أو قطعة من البهائم ديالو لشراء أعلاف لإنقاذ ما تبقى من المشية، خاصة وحنا نعيش سنتين ديال الجفاف وظهور فيروس كورونا، وكذلك المساعدة ديال الدولة التي تتمثل في مادة الشعير، والتي هي مساعدة ضئيلة ضئيلة جدا، بحيث أن المتضاربين وأصحاب الشكارة هما اللي استفدوا هذه الأيام من شراء الأغنام، بحيث تصل لحوم الغنم لا تتفاوت من بين 30 درهم، وكذلك لحوم الأبقار لا تتعدى 40 درهم، والكسابة يتخبطون ويتحملون خسائر فادحة. والأجدر من ذلك أن المسؤولين بوزارة الفلاحة لم يتخذوا إجراءات سريعة لإنقاذ هذا القطيع، وإجراءات تكون سريعة وحلول سريعة لإنقاذ القطيع ومساعدة هذا الكساب في محنته، خاصة وأنه مواطن مغربي حر ويعمل بجد من أجل إنقاذ هذا القطيع. الآن نرى بأن الذبيحة كثيرة في الأغنام وكثيرة في الأبقار، ونفوق العديد من الأغنام لبعض الكسابة اللي الله يكون في عونهم ما صابوش باش يشتروا أعلاف باش يعملوها. ووزارة الفلاحة تتبع عملية ترقيم الأغنام من أجل عيد الأضحى، هذه العملية هي تصدر لها مبالغ مالية كبيرة، نحن في غنى عن تبديرها، نحن في حاجة إلى توجيهها أو شراء أعلاف لإنقاذ القطيع الوطني أحسن من تبديرها. الفلاحة أو الكسابة بجهة الضرب إذا أسقطت يتكبدون خسائر مادية فادحة، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يجعل المسؤولين بوزارة الفلاحة ينتبهون لهذه الخسارة.